طيب دلوقتي خلونا نروح لموضوع آخر أو حدث يمكن كان بمثابة محطة فارقة في تاريخ الإنجازات اللي بتسجلها المرأة تحديدا، لأن جامعة مطروح شهدت مناقشة أول رسالة دكتوراه لسيدة بدوية وهي الدكتورة أم العز بوريك، والمناقشة تمت وسط حضور عدد كبير من يعني الحاضرين، كان على رأسهم المحافظ بالإضافة لقيادات المحافظة والجامعة، وكمان كان هناك عدد من ممثلي القبائل في مطروح. أكيد الدكتورة أم العز برايك كانت أول سيدة بتتولى منصب مدير إعلام الهيئة العامة للاستعلامات بمطروح. خلينا نتعرف عليها أكتر ونبارك لها، صاحبة أول رسالة دكتوراه لسيدة بدوية بجامعة مطروح. أهلا وسهلا بيكي وصباح الفل عليكي. أهلا بيكي دكتورة منى. أهلا بأستاذ ألف أحمد. مبروك يا دكتورة. تسلمي فندم، أهلا بيكي، شكرا لحضرتك. يعني دكتورة أم العز ألف ألف مبروك، ويعني زي ما أنا قلت كده محطة جديدة من محطات الإنجاز أو الإنجازات اللي بتسجلها المرأة تحديدا. عاوزين نعرف من حضرتك يعني إيه موضوع الرسالة والموضوع كان بيتناول إيه؟ أولا طبعا أنا بشكر سيادتك إنك بتقول إن يعني محطة من محطات المرأة المصرية، وأنا سعيدة إن أكون جزء فعلا من هذا يعني الإنجاز للمرأة المصرية وقدرتها المستمرة الأمانة على إنها تحقق يعني إنجازات متتالية، خصوصا في الفترة الأخيرة اللي شهدناها جميعا بأمانة بدعم القيادة السياسية وبدعم سيادة الرئيس للمرأة. فعلا الموضوع الرسالة كان بيتناول أهمية وسائل الإعلام ودورها في إنها تعلم الأطفال مهارات معرفية معينة، المهارات المعرفية دي خاصة بطريقة تفكير الأطفال وقدرتهم على حل المشكلات. فرسالتنا كانت بتربط بين مفهومين، مفهوم خاص بالإعلام ومفهوم خاص بالتربية في تنشئة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وكان تطبيقها على محافظة مطروح. طيب ليه اخترت الإعلام تحديدا؟ يعني هل ده دليل على وعي المرأة ودور الإعلام في التأثير في المجتمع؟ وإحنا عارفين إن الحرب الحالية هي حرب وعي تحديدا. هو ده فعلا حقيقي بشكل كبير، وخصوصا ان انا اساسا انا خريجه اعلام القاهره وبالتالي هو تخصصي الاصيل يعني، لكن لما يعني جت فرصه ان يتم فتح قسم للاعلام داخل كليه التربيه والطفوله المبكره في جامعه مطروح كانت دافع ان انا ابدا تاني افكر في مساله ان انا يعني ادخل تاني مجال البحث العلمي، خصوصا ان انا يعني دخلت مرحله متاخره شويه من حياتي، لان انا كنت وقتها يعني بشتغل ومدير اعلام مطروح، وفي نفس الوقت كمان يعني انا كنت يعني زوجه وام وعندي اولاد. يمكن اتذكر ان انا 2017 كان ابني ثانويه عامه، انا كنت بجهز للماجستير، فكانت الفكره ان انا احاول يعني اطبق اللي درسته في الجامعه مع يعني تخصص جديد او مع مجال جديد خاص بالطفوله في مطروح، فحبيت ان انا فعلا يعني اشوف تاثير وسائل الاعلام ودورها على اطفال المحافظه في موضوعين مختلفين، يعني موضوع كان في الماجستير عن المواطنه واهميتها، وفي الدكتوراه عن مهارات المعرفيه لدى الاطفال. بس محطات كفاح المرأة في مطروح بالذات المرأة البدوية مش بيقف، يعني حضرتك ابنة لوالدتك لا تقرأ ولا تكتب، بالرغم من ده انت عملتي أول جمعية نسائية مشهرة في مطروح وكنت رئيسة مجلس إدارتها كمان. ده حقيقي، ويمكن انا هنا بقى والله بحيي فعلا كل ام مصريه مش بس ام بدويه بتقف وبتساند بناتها في ان هم يعني يحققوا ذاتهم من خلال التعليم تحديدا. ليه بقى؟ لان احنا في مطروح فعلا بحكم ان احنا مجتمع قبلي في مرحله سابقه كان بيقف عائق امام تعليم الفتيات، يمكن انا بتكلم دلوقتي لا، الصوره الذهنيه اتغيرت، اصبح هناك يعني اكثر وعي باهميه دور البنت والمراه واكثر دعم ليها، لكن انا بتكلم عن المرحله اللي انا كنت فيها طالبه، او كانت مرحله صعبه، كان معظم يعني زميلاتنا وصديقاتنا مش بيكملوا المرحله الثانويه، او طبعا ما بعد الثانويه ده كان حلم بالنسبه لنا، يعني الجامعه كانت يعني صعبه المنال لبنات مطروح في الفتره اللي انا كنت التحقت فيها بالجامعه، لكن انا فعلا بشهد يعني ان كان هذا الدور وهذا الدافع المهم. كانت والدتي رحمها الله لانها كانت مهتمه جدا بفكره التعليم، هي كانت ست فعلا لا تقرا ولا تكتب، ولكنها كانت يعني عندها وعي الفطره باهميه تعليم البنت وان ده هو ده سلاحها الوحيد، حتى هي كان عندها مقوله كانت دائما يعني ما تذكرها ان زواج الفتاه مش هو نهايه المطاف، وان هو ده مساله قدريه يعني قد ياتي او لا ياتي، لكن تعليمها وبعدين عملها هو ده كان سلاحها الوحيد. والحقيقه انا بقول الكلام ده على سيده يعني بتتكلم فيها عن ايه يعني في سبعينات، بالنسبه انا سبعينات وثمانينات القرن الماضي، لا كانت والدتي فعلا سابقه لعصرها في الجزئيه دي. طيب عاوز اعرف من حضرتك طبعا يعني ربنا يعني نقول ايه يديم الصحه وطوله العمر على والده حضرتك اللي قدرت ليها تدعمك في هذه المسيره تحديدا، لكن عاوز اعرف من حضرتك ايه ابرز الصعوبات اللي واجهتك كاول امراه وسيده بدويه تحصل على الدكتوراه؟
بص حضرتك، يعني هي يعني في البدايه كانت صعوبات خاصه بفكره ان انت تستطيع ان تكمل تعليمتك او مسيرتك الجامعيه. نعم. في البدايه كانت يعني انه يكون في تفوق اصلا من الفتاه في مجتمع يعني نائي شويه وبعيد كانت مساله صعبه. انا فعلا كنت ربنا وفقني ان كنت من اوائل الثانويه العامه في محافظه مطروح في الثمانينات بقى، بقول لحضرتك من القرن الماضي، وبالتالي كانت المساله يعني احنا يعني انا واحده من الناس يمكن بتكلم اهو عبر وسائل الاعلام ان ما كانش بالنسبه لي انا لم اتلقى اي دروس خصوصيه على الاطلاق، كان التعليم فعلا قاصر على جهود معلمينا في المدرسه ثم الاجتهاد الشخصي في المنزل، وبالتالي انا شاهدت يعني مرحله ان المعلم كان هو الاساس. كان حتى ارتباطنا باللغات وببعض دكتورة يعني انا عاوز اعرف من حضرتك، بما ان حضرتك بتتكلمي تحديدا على فكرة يعني فلاش باك كده او نظرة للماضي، عاوز اعرف شايفة المكتسبات اللي بتاخدها المرأة في الوقت الحالي تحديدا في ظل بقى واحنا بنتكلم على احتفالات ب 30 يونيو و 3 يوليو يعني اللي كنا بنحتفل بيه منذ يومين. بص حضرتك، بأمانة في انحياز كامل للمرأة المصرية، يعني مش بس من عام 2017 كان عام المرأة المصرية ست الريس يعني ادانا هذا الـ يعني الكريدت المهم جدا في حياتنا، لا دعم المرأة المصرية ده المستمر. احنا حاليا بنشهد المرأة موجودة في كل القطاعات، قيادات نسائية موجودة فعلا بتؤدي عملها في وزارات وهيئات مختلفة. احنا بنتكلم دلوقتي عن المرأة ودورها في المجتمع المدني وقد ايه، بنشهد وجود سيدات على رأس جمعيات أهلية ومؤسسات أهلية فاعلة في المجتمع. المرأة أصبحت عضو مؤثر جدا في البرلمان المصري في الدورة الأخيرة، فما حدش أبدا أبدا هينكر أن المرأة المصرية كافحت على مر عصور طويلة، لكن أكثر مكتسبات حققتها فعلا ما بعد 2013-2014، فدي حقيقة يعني كلنا بنلمسها حتى في عملنا. يعني إحنا لما توليت مهمة مدير مركز إعلام مطروح في 2013، يا دكتورة أنتوا كافحتوا على مدار سنوات وبتجنوا ثمار هذا الكفاح يعني، واحنا بدأنا نقلق بصراحة كرجالة يعني. فبنشكر حضرتك الدكتورة أم العز أبو رايك مدير إدارة إعلام مطروح بالهيئة العامة للاستعلامات، وألف ألف مبروك لحضرتك يعني رسالة الدكتوراه كأول امرأة تحصل على رسالة الدكتوراه أو تناقش رسالة الدكتوراه في جامعة مطروح.